خلينا هلأ يا رابع نكمل على فرع جيم اللي هو في عندي 2.5 كيلومتر، بدنا نحولها لمتر. طبعا بنروح على الدرج مرة تانية، عندنا هي الكيلومتر وبدنا ننزل للمتر. بما انه بدنا ننزل نزول اذا ضرب، واحنا نزلنا الدرجة الطويلة اللي فيها 3 اصفار، معناته بناخد 1000 3 اصفار. فكيف بنيجي بنكتبها؟ 2.25 × 10 ضرب 1000. طبعا احنا تعلمنا بالفصل الاول انه النقطة العشرية رح تتحرك لليمين اذا كان في عندي ضرب، وللشمال اذا كان قسمة. هون عندي ضرب معناته رح تتحرك لليمين. كم منزلة؟ 1 2 3 منازل، لانه عدد حسب عدد الاصفار، فهي 1 2 3. اي مكان فاضي في الرياضيات حكينا وتعلمنا انه بنحط مكانه اصفار. طيب اذا شو بيصير الجواب؟ 2500. ممتازين. طيب هلا هون 2.5، حكينا هاي النقطة العشرية برضو رح تتحرك لليمين لأنه في عندي ضرب. الضرب شو يا ترى؟ هلأ بدنا نحولها لمين؟ لديسيمتر. بنروح على الكيلومتر، ننزل لديسيمتر. هاي درجة، درجتين، الدرجة الأولى فيها 3 أصفار، الدرجة الثانية مرقنا على الصفر، كم صفر صاروا؟ 4 أصفار. إذن ضرب 10000. طيب خلينا نحطها على جنب عشان نعرف نحرك النقطة زي ما أو براحتنا. رح نحركها كم منزلة؟ 4 منازل. 1 2 3 4. هاي بنحط صفرين، إذا شو بصير الجواب؟ 25000. وبالنسبة لفرع دال هي أجوبته، أنتوا تطلعوا عليهم 130 لازم يطلع معك، وبنفس الطريقة بنحلها. طيب خلينا هلأ يا رابع نشوف المسائل الكلامية على هذا الدرس. بحكي لي هون طول قطعة خشبية 85 سنتيمتر، وطول قطعة خشبية أخرى 620 مليمتر. انتبه إنه أنا عندي هون سنتيمتر وعندي هون ايش؟ مليمتر. هيهم التنتين مختلفات. بحكي لي ما مجموع طوليهما بوحدة المليمتر؟ في ملاحظة مهمة جدا يا رابع لازم نعرفها قبل ما نحل الأسئلة الكلامية. الملاحظة بتحكي لي إذا كان في عندي جمع أو طرح أو مقارنة لازم أتأكد من توحيد الوحد. توحيد الوحد شو يعني؟ توحيد الوحد يعني الوحد تكون متساوية. يعني إذا أنا عندي هون سنتيمتر لازم الثانية تكون سنتيمتر عشان أعرف أجمع. طيب إذا ما كانت، طيب أو مثلا تكون هاي مليمتر وهاي مليمتر، إذا التنتين زي بعض بعرف أجمع، إذا التنتين زي بعض بعرف أطرح، إذا التنتين زي بعض الوحد هدول زي بعض بعرف أقارن. طيب حلو، أنا هدول إجوني مش زي بعض، طب يا ترى شو لازم أساوي؟ اطلع عندي، خلينا نكمل السؤال. ما مجموع طوليهما بوحدة المليمتر؟ حلو، إذا هون أنا سنتيمتر وعندي هون مليمتر، رح أحول السنتيمتر اللي هون لمين؟ للمليمتر. يعني إذا التنتين إجوا مش زي بعض، واحدة فيهم رح تتحول للتانية. طب مين اللي حدد لمين أحوله لمين؟ اللي هو تكملة السؤال، حكالي بوحدة المليمتر، إذا أنا غصبا عني بدي أحل على وحدة المليمتر. طيب خلينا نشوف، 85 سنتيمتر، بدي أحولها لمين؟ للمليمتر. نرجع وين؟ للدرج. عندي هاي السنتيمتر، بدي أنزل لمين؟ للمليمتر. طب بما إني بدي أنزل نزول، شو بنعمل يا رابع؟ نرجع هون بنكتب 85 ضرب، لأنه نزول حكينا ضرب. طب حب نرجع هون على الدرج، السنتيمتر للمليمتر كم باخد معي؟ أنا لما مرقت عمين على 0 1، إذا منحط ضرب إيش؟ ضرب 10. طبعا 85 ضرب 1 كم؟ 85، والصفر شو بنعمل فيه رابع؟ بنزل. ممتازين. طيب إذا هيو تحول للمليمتر. بحكي لي هاي طول مين؟ القطعة الخشبية الأولى، وطول القطعة الخشبية الثانية كم؟ 620 مليمتر. طالب مني بالسؤال ما مجموع طوليهما؟ ما مجموع طوليهما؟ إذن شو بدي أعمل بالتنتين هدول؟ بدي أجمعهم. ممتازين. وعشان أجمعهم يا رابع وما أخربط، شو لازم أعمل؟ لازم أحطهم تحت بعض وأرتب المنازل تحت بعض. ممتازين يا رابع، ركز معاي كيف بدنا نجمع. 0 + 0 = 0، 5 + 2 = 7، 8 + 6 = 14.